السلام عليكم. اليوم رح نبلش في السيريز. تمام، شو السيريز؟ حكينا احنا السيكونس هي حدود ورا بعض. تمام، السيريز هي انك تجمع هاي الحدود يعني، او بينهم جمع يعني. تمام، هاي اشارة السيريز سم. تمام، هي مجموع يعني. تمام، متسلسل عدادنا مثلا، وبرضه الدومين لازم يكون يعني قيم ان قيم شو صحيحة زي السيكونس. تمام، هاي الاي ان الاقتران. تمام، عوض اول حد بيطلع لك اي 1، عوض ثاني حد بيطلع لك اي 2، عوض ثالث حد بيطلع لك اي 3، يعني عوض مكان ان واحد وبتجمعهم. تمام، اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3. طيب هسه في شيء اسمه الاس ان او الاس 1 2 اس 2 اس 3. الاس 1 هو اول تعوض اول حد. تمام، اس 2 هو مجموع اول حد وثاني حد، يعني اس 2 مجموع اول حد مع ثاني حد. اس 3 مجموع اول ثلاث حدود. اس مليون مجموع اول مليون حد. تمام، طيب هي مثلا هذا المثال، هي مقدمه بس للسيريز. مثلا مجموع للاقتران واحد الان من ان يساوي واحد لانفينيتي، بدك اس 1 عوض اول حد واحد على واحد واحد. اس 2 مجموع اول حدين يعني هاي زائد تعويض ثاني حد، عوض ثاني حد واحد على اثنين، فواحد زائد واحد اثنين. اس 3 تعويض مجموع تعويض اول ثلاث حدود، عوض اول حد واحد، ثاني حد نص، ثالث حد ثلثي. شو يعني ثاني حد؟ يعني عوض مكان ان اثنين. ليش؟ انه ان بلشت من واحد، فتعويض اول حد شو؟ واحد، ان يساوي واحد، تعويض ثاني حد ان يساوي اثنين. طيب بشكل عام بقدر احكي انه الاس ان بتساوي اس ان ناقص واحد زائد اي ان. طيب شو الاي ان؟ قبل ما نحكي هاي، خلينا نحكي عن الاي ان. هسا قلت لك بدي اس 3، فانا بدي مجموع اول ثلاث حدود، بدي اي. اذا قلت لك بدي اي 3 بدي الحد الثالث، يعني هون شو اي 3؟ ثلث بس. اس 3 هذا المجموع، جمع واحد زائد نص زائد ثلث بيطلع، اجمعها يعني بيطلع اثنين تقريبا الا شوي. تمام، طيب هسا مثلا لو قلت لك بدي اس المية، هسا اس المية، او عفوا مش اس المية، قلت لك مثلا بدي ال خمس ال مية. تمام، وانت معك اس المية ومعك اس 99، بتطرح اس المية من اس 99 شو بيطلع لك؟ ال مية. تمام، في علاقة هستفيد منها. طيب كيف يعني اس ان ناقص واحد؟ يعني مثلا اذا عوضنا ان خمسة، اس خمسة شو بتساوي؟ اس اربعة زائد ايش؟ اي خمسة. هيك معنى. تمام، يعني هون قيمة تعوض قيمة ان ناقص واحد. بس الامثلة توضح الامور ان شاء الله. بحكي لك عندك السيريز الاثنين ناقص واحد على ان، هاي اي ان او اس ان نفس الشيء. بدي اول شيء المجموع تاعها. تمام، طب شو المجموع تاعها؟ نسيت احكي ما شاء الله. طيب هسا انا هاي كيف بدي اعرف ان السيريز كونفيرج ولا دايفيرج؟ شايف هاي بتاخذ لها ليميت لما ان بتروح للانفينيتي. تمام، واحد على ان، او بدك توجد السم تاعها. تمام، هون شو؟ صفر. تمام، شو يعني صفر؟ يعني بقدرش احكم. تمام، طيب هسا نشوف هاي، يعني لو احنا قدام رح نعرف كيف التستات، بس بدنا نوصل لشغل احنا يعني بهذا يعني بالبداية مش بهمني شو اعرف، كيف اعرف الناس يعني كونفيرج ودايفيرج، ما في عندي تستات كثيرة ناخذهم. المهم اثنين ناقص واحد الان، اذا قال لك بدي مجموع من العداد واحد اي او ان نفس الاشي للانفينيتي. تمام، للانفينيتي شو يعني؟ خذ ليميت لوين؟ للانفينيتي، ليميت لما ان بتروح للانفينيتي اثنين ناقص واحد على ان، عوض انفينيتي هاي واحد انفينيتي صفر، اثنين ناقص انفينيتي، اثنين ناقص صفر عفوا اثنين. طيب اذا قال لك بدي اياها من واحد لعشرة، شو يعني؟ يعني بس عوض عشرة. تمام، يعني شو؟ اثنين ناقص واحد على عشرة، بس هيك. تمام، قال لك بدي الاي ان. هسا الاي ان هي شو؟ عبارة عن اس ان ناقص اس ان ناقص واحد. هي من هون مش حكينا الاس ان يساوي اس ان ناقص واحد زائد اي ان؟ انا بدي الاي ان، بتقول الاي ان انقل هاي هون، اللي هي عبارة عن اس ان ناقص اس ان ناقص واحد.
طيب الاس ان هي عباره عن شو؟ عباره عن 2 ناقص 1 الان. ناقص الاس ان ناقص 1 هي عباره عن نفس الاس ان بس مكان كل ان عوض ان ناقص 1 صح؟ فهي عباره عن 2 ناقص 1 على ان ناقص 1. فالاس ان ناقص 1 هي نفسها هاي بس خذ نفسها هاي بس خذ مكان كل ان عوض ان ناقص 1. طب خلينا نحلها. بصير عندي 2 ناقص 1 على ان ناقص 2 زائد 1 على ان ناقص 1. 2 مع 2 شو بتروح؟ صفر شو بتساوي؟ 1 على ان ناقص 1 ناقص 1 على ان. 1 مقامات بتصير عندك ان ناقص ان زائد 1 على ان في ان بس 1 مقامات تمام؟ فشو بتساوي؟ 1 على ان في ان ناقص 1. هاي شو هي؟ اي ان. طيب هون بده الاي 4. الاي 4 شو بيساوي؟ هسا انت طلعت الاي ان تمام؟ فبدك الاي 4 عوض هون. شو يعني؟ 1 على 4 في ايش؟ في 3 يساوي 1 على 12 يساوي 1 على 12. او طريقة ثانية الاي 4 عبارة عن شو؟ عبارة عن اس 4 ناقص اس 3 تمام؟ اس 4 ناقص 3 مش الاي مثلا عوض هون 4 على طول اي ال 4 هي احنا طلعنا القاعدة يعني الاقتران تمام بشكل عام. اذا بدك مثلا الاي 4 على طول اذا طلعت عندك انت بشكل عام عوض على طول 4 مكان ان. اما اذا بد عندك ما عندك اياها الاي ان بتقدر تحكي انه الاي 4 عباره عن شو؟ عباره عن اس 4 ناقص 3 يعني عوض هنا 4 بصير عندك الف 4 بتساوي اس 4 ناقص اس 3 صح؟ اس 4 شو؟ عوض 4 هون اس 3 اس 3 عوض اس عوض 3 هون يعني شو بتصير؟ بتصير عباره عن 2 ناقص ربع ناقص 2 ناقص كم؟ ثلث. احسبها بتطلع نفسها هاي تمام؟ طيب بس اذا بدي اس 4 اس 4 لحالها شو بتساوي؟ 2 ناقص ربع تمام؟ فبس عشان اميز بين الاس مثلا اس الرقم واي الرقم تمام؟ طيب يعني نسينا ما فيش. هسا انواع السيريز في عندي اول نوعين اهم نوعين داخلين معكم بالامتحان يعني التلسكوبينج والجيومتريك تمام؟ شو التلسكوبينج؟ التلسكوبينج انه يعني حد ناقص حد تمام؟ والحدين بس تاخذ لهم ليميت للانفينيتي بعطيك صفر تمام؟ طيب اشهر شيء لها انها على الصيغه اللي على كسور زي كانها كسور جزئيه تمام؟ يعني هاي لو بقدر اعملها كسور جزئيه صح؟ هي اشهر صيغه للتلسكوبي تمام؟ اول خطوه شو بتعمل؟ اعمل ايش؟ بارشل فراكشن. لما تعمل بارشل فراكشن بيطلع معك هيك. رقم على كي صح؟ زائد او ناقص رقم على كي، خلينا على كي زائد واحد صح ولا لا؟ كي وكي زائد، خلينا نشوف نطلعهم. السيم شيء عباره عن اي على كي زائد ب على ك زائد 1. حكينا كيف نطلع اسهل طريقه بهي الحاله انه يطلع ايه؟ اشطب الك صح؟ وعوض مكان كل ك صفر فتطلع شو؟ 1. طيب هاي كذا طلع ب اشطب الك زائد 1 وعوض مكان كل ك شو؟ سالب 1 بتطلع سالب 1 صح؟ يعني انتم طلعوها زي ما بدكم بتطلع هيك. بعد هيك هسا انا بدي شو؟ بدي الاس ان تمام؟ كيف طلع الاس ان؟ بهاي الحالة عشان اخذ لو معي اس ان خذ لها ليميت لانفينيتي وبيطلع معك السم تمام؟ طبعا كل الاسئلة فايند ذا سم تمام؟ طيب يعني بهذا المثال الامثلة رح تيجي يعني التلسكوبينج يعني احنا بلشنا درس جديد تلسكوبينج سم يسموه هذا تمام؟ طيب كيف بدي الاسهل طريقة شو تعمل؟ او الطريقة الوحيدة من وين بلش عدادنا؟ واحد صح؟ ودائما دائما خلي يعني عوض هنا واحد شو المقام؟ واحد، عوض هنا واحد، مقام اثنين، دائما اللي خلي المقام اقل هون بالاول، تمام؟ والمقام اعلى وين؟ بالاخر. طيب، عوض اول شيء الواحد، بتحكي لي واحد على واحد، زائد، يعني بنعوض هون قاعدين، عوض اثنين، واحد على اثنين. طيب، وانا بعوض بخلي عيني على الثانية، على الاقتران الثاني، هو واحد على كي زائد واحد. بحكي لو عوضت هنا واحد، شو بتعطيني؟ واحد على اثنين، طيب الواحد على اثنين موجودة هون؟ موجودة هون. لما اوصل لهي المرحله انه اللي اول شيء بعوضه هون موجود هون خلص وقف تعويض هون تمام. هسه انت هون راح ضلك تعوض لوين؟ لزائد واحد على كم؟ على كي صح تمام. راح ضلك تعوض لواحد على كي صح ولا لا؟ طيب زائد ناقص عفوا بينهم ناقص صح. بدي اعوض وين هون؟ اول رقم بتعوضه شو هو؟ النص. زائد راح ضلك تعوض لوين؟ لواحد على كي زائد على كي بعدين لزائد واحد على كي زائد واحد صح؟ يعني لو عوضنا مكان كي كي ناقص واحد شو بتطلع؟ واحد على كي تمام؟ لو عوضت مكان كي كي بتطلع كي زائد واحد تمام؟ لو عوضت مكان كي كي ناقص واحد كي ناقص اثنين شو حتطلع لك هنا؟ كي ناقص واحد. طب عوض هنا كي ناقص واحد بتطلع لك كي ناقص واحد. فكل هذا رح يشطب مع بعضه صح ولا لا؟ فاهمين علي؟ انه بينهم ناقص فالنص هاي رح تشطب مع السالب انه هاي السالب بتشطب عليهم كلهم. الواحد على كي بتشطب مع الواحد على كي، شو ضل بس؟ هاي الواحد
ناقص 1 على كي زائد 1. فهمت علي كيف؟ بس هيك يعني. فانت بس شوف شوف اول حد بلش يتكرر هون وهون بالتعويض يعني وقف عنده، راح الباقي راح يشتغل مع بعض. يعني عوض مكان كي هون 3 شو تطلع لك؟ 1 3. عوض هون كي بتساوي 2 هتطلع لك ثلث، فبرضه الثلث تشتغل مع الثلث. فانا بيهمني هاي الايش؟ الاس ان او الاس كي. خذ لها ليمت للانفينيتي وبيطلع معك السم. لما كي بتروح للانفينيتي 1 ناقص 1 كي زائد 1، ما هي 1 انفينيتي صفر، فشو السم؟ 1 ناقص 0 1. بس هيك تمام. طيب شوف المثال اللي بعده، بحكي لي بدي انتبه هون صحيح على العداد. يعني هون مثلا كان العداد قبل السؤال الاول من كي يساوي 1، فبلشنا تعوض من كي يساوي 1. هون كي يساوي 2، فراح ابلش تعوض من كي يساوي كم؟ 2. طيب هسه اول شيء بعمل بارشل فراكشن، بحكي هاي عباره عن شو؟ عباره عن هيك رقم على كي زائد او ناقص رقم على كي زائد 2 بالشكل اللي بتتحلل بارشل فراكشن. يعني عشان هيك ماشي بسرعه، اخذناها الفيديوهات الماضيه. تحكي لي A على K زائد B على K زائد 2، كيف أطلع ال K؟ كيف أطلع ال A عفوا؟ هي عبارة عن شو؟ عبارة عن 4 على K في K زائد 2، صح ولا لا؟ كيف أطلع ال A؟ اشطب ال K وعوض مكان كل K الباقي صفر، ف 4 على 2 2. كيف أطلع كيف B عفوا؟ شيل ال K زائد 2 صح؟ وعوض مكان K سالب 2، تطلع عندك سالب 2 هاي. طيب هسا بالسيريز تقدر تطلع الثابت على المشترك يعني، وطلع برا السيريز عادي بما انه الثابت لا يحتوي على متغير كي. فخذ 2 على المشترك ما كانش فيها، والعداد بلش من 2 لانفينيتي، 1 على كي عشان بس يعجقنيش بس 1 كي زائد 2 تمام. طيب هسا بلش عوض، عوض اول شيء 2، دائما بلش عوض 2 تعطيك ثلث. طبعا هاي انسى، هون في هون ضرب ايش؟ ضرب 2 ثلث زائد عوض 3 شو بتعطيك؟ 4. طيب بتيجي عيني على الحد الثاني، عوضنا هون 2 تمام، شو اول حد رح يجي؟ 4 صح؟ عفوا لما اعوض 2 تعطيني 2 صح؟ 1 2. لما اعوض الحد اللي بعديه 3 تعطيني 3 ثلث. لما اعوض 4 بتعطيني 1 4. لما اعوض هون اول شيء 2 تعطيني نفسها ربع، بوقف خلص بحكي زائد عوض اخر شيء كي 1 كي ناقص عوض اول حد ربع زائد رح تضلك تعوض. رح هون شو رح يجيك؟ فيش عندك 1 كي زائد 2. طب اللي قبليها شو؟ 1 كي زائد 1. اللي قبليها 1 كي، بس توصل لاخر حد لاخر حد هذا وقف خلص تمام، رح يشتغلوا مع بعض. فشو صفت؟ اللي ضل هيك 2 هاي ماليش دخل فيها، النص مش موجوده هون ما رح تنشطب صح؟ النص مش موجوده هون ما رح تنشطب، الثلث موجوده هون لا ما رح تنشطب، فزائد ثلث. الربع موجوده، فالربع ناقص الربع رح تروح وكله رح يروح. هاي وهاي مش موجودين هون فرح يضلوا ناقص 1 كي زائد 1 ناقص 1 كي زائد 2. بس هذول ما بيهموني كثير ليش، بس اخذ ليمت انفينيتي، هذا راح تصير صفر هذا راح تصير صفر، فراحوا صف عندي نص زائد ثلث ضرب 2 يعني ضرب 3 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2 3 زائد 5 5 على 6 صح؟ ضرب 2 تعطيني شو؟ 10 على 6. فكون فالسم شو بيساوي؟ 10 على 6. طيب هاي برضه جاهزه، حد ناقص حد تمام. خلينا نعوض، برضو بده السم. عوض اول شيء جذر 1 1 زائد 1 جذر 2 صح؟ لو عوض الواحد هون بتعطيني 1 جذر 2، بوقف خلص. فبحكي ناقص 1 جذر 2 لو عوضت هنا 1 لوين؟ لو 1 جذر كي زائد 1. تشطب هاي معها شو صفى عندي؟ 1 جذر 1 1 ناقص، عشان هيك بسرعه بس يعني فيش هبل. خذ ليمت انفينيتي شو الجواب؟ 1، لانه هاي 1 انفينيتي صفر، فالجواب شو؟ 1 بس. طيب هاي بدك تحلوها انتو، بس خلينا شو بدك تعمل بالبدايه؟ بدك تحكي انه هي عباره عن شو؟ عباره عن A زائد B، هاي على شو؟ على K زائد 4 وK زائد 3 صح؟ حللناها بس تمام؟ وبتكملوها ما فيها شيء، خلينا نكملها مش مشكله. K يساوي 1 انفينيتي، كيف اطلع A؟ مش هي عباره عن صفه 1 على K زائد 3 في K زائد 4، كيف اطلع ال A؟ شيل الكي زائد 4 عوض مكان كل كي سالب 4 صح؟ طلع الاي سالب 1، اي تساوي سالب 1. البي شيل الكي زائد 3 عوض مكان كل كي سالب 1، تطلع شو؟ بي تساوي 1. فصفت هيك مجموع، حط الموجب بالبدايه 1 على كي زائد 3 ناقص 1 على كي زائد 4 تمام، وحتى هاي تكون اصغر هي اكبر. كي تساوي 1 لو ان الانفينيتي، اول شيء بعوض الواحد صارت ربع زائد عوض الاثنين خمس. بحكي لو عوض هنا واحد تنتج هاي صح؟ خلاص بوقف تعويض هون، ما
حط الناقص اللي هاي، عوض هاي. واحدة خمسة خلاص، لوين؟ لو واحدة كي زائد أربعة، صح؟ اللي هو آخر حد، لما تعوض مكان كي بيطلع لك واحدة كي زائد أربعة. فهذا اشطب معها، صفت صفة ربع ناقص واحدة كي زائد أربعة. لما تاخذ ليمت الانفينيتي هاي بتروح شو صفة الجواب؟ واحد على أربعة وبس، تمام؟ طيب هسا خلينا نشوف الجيومتريك سيريز. الجيومتريك سيريز هي شو؟ كيف بعرفها؟ يعني نوع ثاني سيريز، رقم قوة كي، رقم قوة كي، تمام؟ والضرب رقم مش مهم، يعني مثلا مثل هيك 3 ضرب رقم قوة كي، تمام؟ بس هذا تظبط هسه بنشوف كيف. هسا إذا الرقم يعني مثلا 2 قوة كي، إذا الرقم أكبر من أكبر أو يساوي مطلق الرقم أكبر أو يساوي 1 دايفيرج، إذا الرقم مطلق الرقم أقل من 1 شو بكون؟ كونفيرج. كونفيرج شو لها هسا بنحكي هاي شو؟ يعني مثلا سالب نص قوة كي هاي كونفيرج دايفيرج. كونفيرج ليش؟ إنه خذ المطلق تاعها يعني شيل الإشارة نص، النص أقل من 1 فكونفيرج. طب سالب 3 قوة كي، قول لك خذ المطلق تاعها، بتقول لي 3. طب الثلاث أقل من 1؟ لا أكبر من 1، فشو؟ دايفيرج. طب 1 برضه الواحد دايفيرج، إنه أكبر أو تساوي 1 دايفيرج. طيب هاي كيف تساوي 1 انفينيتي؟ طيب أول خطوة بحل سؤال الجيومتريك، عارف إنه جيومتريك كيف؟ من رقم قوة كي.